سلام صحبتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. بغيت نقول لكم شكرا 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 بزاف على الدعم ديالكم، الحب ديالكم في انستغرام هنايا، تعليقكم ولي لايك ديالكم هنايا ولا في الانستغرام، والميساجات ديالكم اللي كتصيفطوهم ليا في البريفي. شكرا 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 بزاف على الدعوات ديالكم، ربي يخليكم ليا ويخليني لكم يا ربي، امين. في هاد العواشر شكرا بزاف، ما تصوروش يعني ملي كتقولوا لي عواطف الله ينجحك، عواطف الله يكمل عليك، عواطف الله يخليك. مثلا ماما كني كنطلعش صوره مع ماما في ستوري، شكرا 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 بزاف، يعني ما تصوروش الاحساس اللي كنحس، يعني كنحس بناس كيبغوني، يعني ولو يعني ما عاشرونيش عن قرب، ولكن اكيد راه كلشي كيبان، ربي يعني كيبان القلب ديال الانسان، يعني من هضرتو يعني. وحتى دابا كتشوفوني شويه ماشي بحال كنت حدايا، ولكن اكيد ربي كيخليكم تحسوا يعني قلبي كيفاش داير، ربي اللي عالم. يعني حبي لكم حتى انا واخا ما كنعرفكمش يعني حتى انا عن قرب، وهذا كنعرفكم من خلال تعليقكم وداكشي، ولكن شكرا شكرا بزاف، شكرا على الحب ديالكم. ما تصوروش يعني كما قلت لكم الاحساس اللي كنحس به ملي كنشوف هادشي كلشي. وصافي صحباتي العزاز، بغيت نقول لكم انا الفيديو ديال اليوم الجديد كيف ما وعدتكم، يعني دائما نحاول يكون في القناه ديالي جديد. اليوم جبت لكم واحد الماركه ديال كوزميتيكا، يعني ماركه يعني للعنايه بالبشره للرجل والمراه، اللي هي ناتورال 100%، يعني كتستعملوا مواد طبيعيه. واللي عجبني في هذه الماركه هذه انني هضرت مع السيده اللي هي يعني صاحبه الماركه، قالت لي بانه هذه الماركه هذه يعني طبيعيه 100%، ما كيستعملوش يعني منتجات حيوانيه نهائيا، وما كيتستوش في حيوانات، يعني هادشي اللي كيقول انها ماركه فيغانه 100% وانها بيو، يعني المواد ديالها كلهم طبيعيين. وقالت لي بانهم كيقلبوا انهم يديروا سيرتيفيكادو حلال، يعني سيرتيفيكا حلال باش تكون يعني مطبوعه في لامارك ديالهم انهم المنتجات ديالهم حلال 100%. قالت لي يعني انه جاوا الناس باقي ما شدوش ديك السيرتيفيكا، بالحق جاوا الناس شافوا داكشي وقالوا ليها يعني الناس اللي مكلفين بهادشي انه الماركه ديالك ما غاديش يكون عندها حتى شي مشكل باش تكون عندها سيرتيفيكا حلال، لحقاش اصلا ما كيستعملش مواد حيوانيه. تخيلوا ما كيستعملش حتى العسل، لانه العسل يعني ديال واحد عندي نحلو، لهذا ما كيستعملوش نهائيا، لهذا ما يكونش عندهم مشكل، لانه اصلا حنايا اللي حرام عندنا هو يعني المواد الحيوانيه. ومثلا الا كانت شي حاجه بحال ما نعرف شنو، مثلا بحال الكول هذاك الشيء صراحه ما عرفتش، ولكن المهم هم انهم قالت لي انها راه بغات تدفع باش تشد هذه القضيه ديال السيرتيفيكا حلال، غير هما قالوا لها غتعطل واحد شويه، ولكن ماشي بزاف مقارنه مع ماركات اخرين، لانهم هما اصلا كيستعملوا مواد يعني 100% طبيعيه. لهذا هذه واحد الحاجه نقولها لكم، تقدر تبغيوها ولا تقدر يعني تكون مهمة عندنا يعني كمسلمين. وصراحة أنا فرحتني لأنه باش تكوني غادي تاخدي واحد برودكت وتكون فيه يعني حلال، أنهم كيهتموا بالمسلم يعني المستهلك المسلم، يعني تا هو كيهزوا ليه الهم، ماشي بحال زعما أي ماركة نو ما المسلم يخصو اللي لقاها يديرها ولا اللي لقاها ياكلها، نو سينو كيهزوا الهم باش لراحة المسلمين حتى هما. هادشي اللي عجبني صراحة في هاد الماركة وفرحني بزاف لأني غنتعامل معاهم. المهم هاد الماركة البنات هي هادي اللي سميتها فيلانديا، راني كنت شاركتها معكم في الانستغرام وقلت لكم واش بغيتو نشارك معكم هاد البرودكت، وسمعت شحال من نهار هذا، ويعني الأكثر ما عرفتش 78% يعني اللي بغيتو، وديما واحد 24% ولا 22%، هادوك ديما مكيبغيو حتى شي حاجة ما عرفتش علاش، ممكن ماشي مشكل، حنا كنديو في الأكثر يعني تقريبا كدا 70% اللي بغيتو قلتو لي أه نشاركها معكم، لهذا أنا جبتها نشاركها معكم. صيفطت ليا منهم هاد الكريمات، انا كما قلت لكم وصلوني شحال هذا، غير ما شاركتهمش معكم، تعطلت باش ندير معكم حتى الانبوكسينغ، راه غنكون حطيت لكم في الانستغرام قبل ما تشوفوا هذا الفيديو هذا، شاركت معكم يعني كيفاش وصلني كل حاجه في بلاصتها وداكشي. هنايا غنوريكم شنو وصلني، توصلت بالكريمه لحقاش ما صيفطت ليا الكريمه، صيفطت ليا غير مويستراس، هنا صيفطت ليا هذا السيروم حتى هما منه مويستراس، هذا السيروم حتى هو ديال المراه. مهم الكريمه البنات هزيت واحد الساشيه جربتها دابا جوج المرات، يعني يومين هذه وانا كنجربها باش حسيت، منين درتها مثلا بالليل كنحس بعدا كتشرب، ملي كديري الكريمه كيف قلت لكم ساشيه فيها 1.5، استعملتها جوج المرات يعني جوج الليلات، انا استعملتها غير بالليل لانه عندي كريم صباحي ديالي، اما هاد الكريمه تقدروا تستعملوها بالليل وبالنهار. مهم دائما خصنا نديرو بروتكسيون سولار، اما الكريمات الهيدراتاسيون راه خصها تكون بالليل وبالنهار، هو الا ما كانش فيها بروتكسيون سولار ديروا البروتكسيون سولار من فوقها. مهم صحباتي العزاز كيف ما قلت لكم استعملتها جوج المرات، حسيت انه الصباح ملي كنوض كنلقى البشره ديالي الصراحه رطيبه، اكيد ما غاديش نعرف خصني نستعملها واحد المده على الاقل على الاقل 3 شهور ولا شهرين، ونقدروا شهر باش تقدري تبقاي تعطي اشنو حسيتي في داك الشهر شهرين 3 شهور عاد باش كيبان الفرق، واش حسيتي بشي فرق يعني كبير في البشره ديالك، يعني هذه الكريمات جميعا يعني خص 3 شهور باش يبان لك يعني المنتج واش دار شي حاجه في البشره ديالك. مهم بنات كما قلت لكم استعملتها هاد جوج ليلات هادو، حسيت بالترطيب، كنحس بالبشره ديالي كيف ما قلت لكم رطبه، وكتحسي كنحس بها يعني عجباتني الكريمه، كيف ما ملي كتشوفي البشره ديالك كتقيسيها كتعرفي واش عجباتك ولا ما عجباتكش.
المهم عجبتني ولكن ما نقدرش نقول لكم رايي عليها حتى كنجربهم بزاف. المهم هو انه هاد الكريمه البنات انهم طبيعيه يعني هما بيو كيستعملوا مواد طبيعيه وما كيتستوش في الحيوانات وما كيستعملوش حتى شي ماده حيوانيه كيف ما سبق لي وقلت لكم. ولهذا هذه شي حاجه يعني صراحه اللي غتريحنا لانه كما قلت لكم الطبيعي ما عمره الا ما فاتك ما يضرك، راه ما عمرك تخافي من حاجه طبيعيه لانهم يضروك. عكس المنتجات للاسف تنستعملوهم كاملين بين اللي فيهم مواد كيميائيه يقدروا مع مرور الوقت كيرجعوا علينا كيرجعوا لنا ديك الساعه بافيكتو سيكونداريوس، يعني يقدروا يديروا لنا شي حاجه خايبه في البشره ديالنا. واخا يعني كنستعملوا شي ماركات اللي تنطيقوا فيهم ولكن من الاحسن لقينا الطبيعي احسن. انا مثلا كنقلب ديما لقيت شي حاجه طبيعيه كنحيد اللي فيها الكيميائيه، ما لقيتش كنعدي بالكيميائيه ولكن شي ماركه اللي كنطيق فيها بما لقى الطبيعيه، سينو حقاش ما غاديش تلقاي كلشي طبيعي. صراحه فرحت ملي لقيت هذه الماركه هذه كيف ما قلت لكم هي راه بيو. هنا جاني السيروم، جاتني نغنوريكم شنو جاني. كما قلت لكم الماركه انا غنخلي لكم في ستوري كما قلت لكم سميت الماركه باش تدخلوا تشوفوا الانستغرام ديالها. هنايا البنات كما قلت لكم صيفطات لي السيروم، صيفطات لي السيروم ديال الرجال والكونتورنو ديال العينين، وصيفطات لي الكريمه اللي هي صيفطات لي في الساشيات. الكريمه البنات هي هذه كتجي بحال هكا. دابا غادي نقول لكم كل شيء، وبالنسبه للاثمنه غادي نخليهم لكم يعني دابا في الفيديو ملي نهضر لكم على كل منتج لحقاش ما عقلتش عليه، وملي غندخل نشوف غنخلي لكم نديروا لكم ان شاء الله نخلي لكم هنايا في الشاشه. اول حاجه البنات كاين السيروم ديال المراه اللي فيه 30 مل. باش نشوف هذا الكتالوج اللي فيه داكشي احسن. صيفطات ديال الكتالوج باش نقدر نشرح لكم كل شيء كل حاجه كيفاش دايره. اول حاجه السيروم البنات كما قلت لكم فيه 30 مل تاكتو سيكو، يعني ملي كديرو كتحسي بالتاكتو يعني ناشف، ماشي كتحسي بوجهك مزيت ولا نوسينو، كتحسي بحال اللي كتشربوا البشره دغيا. فورمولا كونون على كونسنتراسيون، يعني مكونسونطري تقدر ديري غير كميه قليله راه كافيه. كيبورتو كومبوزيسيون مدروي يعني كيدير ريجينيراسيون للبشره، بحال البشره كتبقى تغير يعني بحال كتحيد ديك الخلايا الميته. هيدراتان يعني كيرطب بروتيخين وكيحمي البشره. ريافيرمان اي ايلومينان، ريافيرمان هو انه كيجبد البشره مع المده، يعني بحال مثلا كيف قلت لكم هاد الاكسبرسيون هادو هاد لينياز اكسبرسيون، صراحه خصني نقرا اللغه العربيه باش نقدر نترجم لكم مزيان. هاد لينياز اكسبرسيون هادو مع المده كيبقاو كيتجبدوا ما كيبانوش بحال هكا محفورين، سينو كيتجبدوا بحال هكا. هادو حتى هما اللي تيكونوا عندنا هنا، كل واحد كل بنت فينا فين عندها كيبدا كينقصهم و اي الومينان وكيعطي الاضاءه للبشره، يعني البشره ديالك كتبان مضويه. شتي البنات ملي كتكون تهلاي في البشره ديالك كتحسي بها مضويه، ملي ما كتبقايش تهلاي فيها كتحسي بها بحال اللي كتبان باهته، ولو تكوني بيضاء ولا سمراء ولا كما كنتي كتحس البشره باينه ملي كتكون متغديه وباينه ملي ما كتكونش مغديه، يعني كتكون بحال اللي باهته اللون ديالها باهت. كونتيني اثيتس دي بريمير ابريتين فريو، يعني كاع الزيوت اللي فيها يعني معصورين بريسيون، هي معصورين يمكن بالبارد يعني ماشي زعما بالحراره ولا شي حاجه، نوسينو بالبارد. و صن اورغانيكوس كيف ما قلت لكم راه بيو ما تخافوا حتى شي حاجه. وهذا السيروم البنات راه فيه غنقول لكم زيوت، ولكن اللي عارفه راه عارفه واللي ما عارفهش ما عارفه. هذا الزيت فيه زيت البنات، فيه زيوت ديال بذور العنب، زيوت اللوز، وزيت الافوكادو اللي هو لافوكا، زيت الجوجوبا، الجوجوبا راه هي راكم عارفينها، زيت ارغان، زيت الروسا موسكيتا غنخلي لكم الترجمه ديالها في لاباغ دافو لحقاش نعرفها بالحق ما عارفهاش بالعربيه، زيت ديال الزنجلال اللي هو سيت دي سيسامو، اثيت اسينسيال دي خيرانيوم تو غنخلي لكم في لاباغ دافو لحقاش ما عرفتش نترجمو لكم، اسيت اسينسيال ديال يلانغ يلانغ هذاك ما عرفتش شنو هو صراحه، واسيت اسينسيال دي ماندارينا، زيت الاسينسيال ديال الزيوت الاساسيه هادو ديال الماندارين، اسيت اسينسيال دي باتشولي تو ما عرفتوش، اسيت اسينسيال دي بالو دي روسا ديال العود ديال الورد، واسيت اسينسيال دي بالماروسا توكوفيرول حتى هي ما عرفتهاش، وفيه الفيتامين او اوبجيتيفوس، يعني شنو غايدير هاد الزيوت هادو كيعطي واحد نوتريسيون اكستريما، يعني كيعطي واحد كتحسي بالبشره متغذيه يعني بزاف، يعني متغذيه بزاف، و ايلو لومينوسيداد يعني الاضاءه للوجه وريباراسيون، يعني وكيبقى غادي وكيجدد كيف ما قلت لكم الخلايا وكيحاول يريباري مثلا عندنا شي مانشات في الزيت داكشي كيبقى كينقص. كيف ما كتعرفوا اصلا هادشي كاين في زيت الافوكا وزيت الفيتامين او معروفه انهم كيفتحوا لون البشره، يعني الا كان يعني يشيلوا المشيلون كيفتحوا والمانشات هما كيبقاو كيحيدوهم. يعني هذا البنات هو السيروم ديال النساء، انا غنوري لكم كيفاش داير، هي صيفطاتهم ليا هنايا. الا بغيتي ديروا شي كادو شي حد شي حاجه هكا كيديروا ليه صراحه. هادشي واخا فتحتو ورجعتو كما كان باش نوريكم كيفاش كيوصل لو تاخذوا من عندها. بالنسبه للبنات اللي بغيتو تاخذوا، البنات اللي ساكنين هنايا في البلاصه اللي انا ساكنه فيها تقدروا الا بغيتو ما كنتوش باغي تاخذوا اونلاين، الانفيو راه كثر من ديما كتاخذوا 30 اورو يعني ديال المنتجات ما تخلصوش الانفيو. لا كنتو في اسبانيا ولا كنتو في ايطاليا ولا في اوروبا كامله تقولوا في اي بلاصه قولوها ليا مثلا، ولا قولوها صيفطوا الايميل للسيده ولا هذا
ولا قولوها لي الا ما قديتوش نقول نهضر معاها ونسولها على الانفيو. قالت لي الانفيو بعدا في اوروبا وداكشي راه كيطلع ما كيطلعش غالي، وحتى المغرب يعني ما يطلعش غالي بزاف، ولكن هنا في اسبانيا اكثر من 30 اورو ما تخلصش الانفيو، يعني يجيكم داكشي حتى للدار وما تحتاجوش تخلصوا الانفيو، كيوصل يعني في يومين كتصيفط لك داكشي، كيوصل صراحه مده قصيره. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا مثلا في البلاصه، راكم بنات عارفيني كاملين البلاصه اللي ساكنه انا هنايا، تقريبا كلهم عارفين القناه ديالي ومتبعيني. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا فانا ساكنه، الا ما بغيتوش ديروا البيدي دو اونلاين تقدروا تهضروا معايا انا يعني في الانستغرام في البريفي، هضروا معايا ونقدر انا ندير لكم البيدي دو ونجي انا نتلاقى معكم ونعطيكم البرودوي في يديكم وصافي تعطيني الثمن ديالو وانا نصيفطو للسيده. هادشي اللي قالت لي، حقاش قلت لها باقي الناس بزاف ما كيزعموش ياخذوا اونلاين زعما واش يقدروا يلقاو شي محلات، قالت لي كانت تعطيهم فارماسيين ولكن فارماسيين كانت يزيد عليهم الثمن بزاف، يعني هي كتبيعهم لهم واحد الثمن وهما كيزيدوا الثمن، وقالت لي انا الماركه ديالي ما بغيتهاش تكون يعني غاليه، بغيتها تكون يقدر اي واحد يستعملها ماشي يعني مواد طبيعيه وداكشي، وبغيت تكون في اي واحد في المستوى ديال كلشي يقدر اي واحد ياخذهم ماشي غاليين بزاف. والفارماسي قالت لك كيغليهم بزاف، لهذا ما بقيتش بغيت نقص ما بقاش نعطيهم للفارماسيات، نحاول نبيع اونلاين وهذا. ولهذا قالت لي زعما واش الا بغاو الناس اللي هنايا تقدر تصيفط ليا، قالت لي ما كنحتاجش مشكل صيفط لك وانت بيعي لهم ولا ديري لي يعني ترانسفيرنسي صيفط لي الفلوس وداكشي صافي. قلت لها انا غادي نقولها لهم يعني ونشوفوا هما غادي يقولوا. المهم بلا كنتو مهتمين لهاد الماركه البنات وما لقيتوهاش الفورماسيان ديالكم، البنات الساكنين هنايا نقدر كما قلت لكم قولوا لي شنو بغيتو نقولها لها تصيفط لي ونعطيكم. بنات اللي ساكنين بعيد وما تقدوش تاخذوا من هاد الباخينه وبغيتو تاخذوا عن طريق وديروا لي انا ترانسفيرنسيا نصيفط لكم البرودوي مثلا، كذلك هضروا معايا في الانستغرام ونكون انا كواسط بيناتكم الا ما خديتوش. ولا كنتو راه كما قلت لكم غنخلي لكم الباخينه ديال هاد لامارك في لاباغ دافو، خذوا من عندها ديريكت ويوصلكم داكشي حتى للدار، ما كاين حتى شي مشكل. وصافي انا غنوريكم دابا السيروم اللي هضرنا عليه، السيروم هو هذا البنات، ها هو السيروم البنات كيفاش كيجي. كما قلت لكم فيه 30 ميل كيدوراسيون ديال باش يتقادو كيفيه 9 شهور، يعني هاد المده اللي يقدر يدينا نيت هاد السيروم لحقاش كيبقى مكونسونطري. وها نتوما كيفاش دايره البنات السيروم، داير بحال هكا يعني كما كتشوفوا، هذا راه جاج، راه جاج البنات، لهذا راه الجاج احسن حاجه الا بغيتو تخبيو يعني البرودوي ديالكم ولا تشريو شي برودوي حسن يكون في الزاج، لانه الزاج احسن من البلاستيك يعني من 1000 درجه. كيجي بحال هكا وهي ما كتشوفوها، هو زيت كنتمنى يكون كيبان كما كتشوفوها، وغير يعني شويه قطرات قليله تقدروا ديروها البشره ديالكم كاملين. كيما معروف السيروم دائما كيدير البنات قبل الكريم، يعني كنديروا السيروم الا بغيتو تهلاو البشره ديالكم مزيان خصكم تستعملوا سيروم وكريم. كما كتعرفوني انا راه كنخلط الكريم ديالي اللي كنت كنستعمل مع السيروم وكنديروا البشره ديالي، ولكن حسن ديروا السيروم بوحدو ديروا به مساج للبشره ديالكم ومن بعد ديروا الكريم. المهم هذا السيروم كما قلت لكم داير بحال هكا، راه فيه 30 ميل، ولكن 30 ميل 10 تقدروا تديكم هذه المده نيت اللي فيه ديال الصلاحيه اللي هي 9 شهور، لانه القليل منه كتكفى ما كيخصش بزاف، وصراحه الثمن ديالو جد مناسب. يعني اللي بتاخذوا هو الكريمه راه كيطلع لكم واحد الثمن مخير، يعني ما عندي ما نقول باش يكون يعني منتج طبيعي بهذا الكاليتي بهذه الجوده، راه الثمن جد مناسب والله يعني بدون مبالغه. اصلا كون ما كانش جاني يعني لهاد الدرجه انتريسانتي ما غنديرش فيديو خاص على هاد لامارك هادي، انا ما مخلصاني ما حتى شي حاجه سينو غير بغيت نشارك معكم هادشي باش تعرفوا هاد لامارك، لان صراحه انا براسي عجبتني بزاف وقلت ضروري خصني نشاركها معكم البنات. اكثر حاجه شي حاجه يعني نعرف غادي تفيدكم وانتم غادي تبغيوها، تنفرح بزاف ندير فيديو خاص ونهضر بخاطري ونشرح لكم كلشي. المهم البنات كيف ما قلت لكم هذا هو السيروم، راني قلت لكم شنو هما المواد اللي فيه، هو انتي اوكسيدانت كيحيد حتى السموم من البشره. ندوزو للمنتج الثاني البنات، هو ديال الرجال، السيروم ديال الرجال اللي كتقدروا تستعملوه. هانتوما كما قلت لكم كيجي كلشي هنايا، الا بغيتو ديروا شي كادو صراحه يجي بيرفكت. نشوف ما كاينش معلومه ما قريتهاش لكم. المهم راه فيه الطبعه ديال بيو ديال فيغان، فيه بانه مادي ان سباين. شوفوا البنات اخلي لكم الانستغرام ديالها الا بغيتو تدخلوا تشوفوا هادشي كلشي كيفاش حاطه هي. ندوزو البنات كما قلت لكم السيروم ديال الرجال، السيروم ديال الرجال البنات توا فيه 30 ميل، هو تاكتو سيكو يعني كتحسي به ناشف في الوجه، يا برينسيبيو سان اكتيفو كيسو كومبليمون دروين لاخنازين كوتانيه، تا هو نفس الشيء فيه، تا هو كيهيدراتي، تا هو كيحيد السموم من البشره، تا هو كيخلي دوك اللينيا زيكسبريسيون يخفافو، لانه الصراحه حتى ماشي غير النساء اللي خصنا نطلعو في راسنا، مثلا اللي مزوجات حنا خصنا نشريو بحال هاد الكادوات رجالتنا باش هما يتهلاو في راسهم، خصوصا اللي كان طبيعي يعني ماشي كريم ولا غادي تبيض لي وجهو سينو غتساعدو، خصوصا الناس اللي كيتعرضو للشمس بزاف راه خص ضروري هيدراتاسيون بالليل كيسينو راه مشكل. انا صراحه غادي نعطي هاد الكادو لراجلي وغادي نكون نحاول معاه باش يبقى يستعمل هاد الزيت هذا، لحقاش شي حاجه مزيانه يعني راه ماشي شي حاجه خايبه سينو غير كترطب لهم البشره، خصوصا الناس اللي كيتعرضوا للشمس ولا مشاو للبحر، مثلا مشيتو للبحر ودوزتو النهار كامل يعني اكيد خصكم تحاولوا يعني تكونفينسي تهضروا مع رجالتكم يديروا بحال هاد لي برودوي هادو، لحقاش البشره ديالنا راه مع المده مع مرور السنين دوك يعني هذاك التكماش وداك الشيء ما كيخرجش غير هكاك، راه مع مرور السنين يقدر يخرج لنا يعني عن سن مبكر بزاف يعني قبل الوقت،
ولهذا اللي طليتو في البشره ديالكم غادي يجي كل حاجه غتجي في وقتها ماشي قبل وقتها. كما قلت لكم حتى هو فيه يعني معصور بالبارد يعني نفس الشيء ديال الاخر. وهذا فيه كابريكو شنو هذا العجب اثيت داكو سيكو ولا اثيت في اثيت دي كوكو والجليسيرين زيت الكوكو والجليسيرين البنات. فيه حتى هو بذور العنب زيت اللوز زيت لافوكا زيت الجوجوبا زيت ارغان زيت الروسا موسكيتا وزيت السيسامو اللي هو زيت هنايا كاين غير زيت يمكن زيت الكوكو والجليسيرين على الاخر. وفيه زيت الزنجلان اسيت اسينسيال ديال بيرغاموطا هذه ما عرفتش شنو هي صراحه البنات اسيت اسينسيال ديال سيدرو نتاع السيردو بغيت نقول اويلا اللي قالت لي ما كاينش حيوان كاين سيردو اسيت السيدرو ما عرفتش فين كاينه هذه اسيت سيدرو انا غنشوف ما عرفتش سيدرو صراحه بحال جاني هو الصبار يمكن لا محاش مهم انا غنشوف سميتو غنخلي لكم في لاباضون فودا هو. وفيه زيت ديال المنطا ديال النعناع وفيه الفيتامين او يعني صراحه الزيوت كلهم زوينين توكوفيرول بعدا هادو اللي عرفت انا راهم واعرين زيت الموسكيتا وزيت بودر العنب وداكشي وداك هادوك الزيوت اللي ما عرفتش غندخل نقرا عليهم وغنخليكم سميتهم لتحت. اوبجيتيفوس يعني علاش كيصلح كينوتري البشره حتى هو كيعطي واحد نوتريسيون تاعي اكستريما يعني كبيره كيعطي حتى هو الاضاءه وكيريباري يعني كما قلت لكم الا كان عندكم شي مانشاس في الرجال ولا مورا الحسانه عرفتي مورا الحسانه احسن حاجه تقدروا يديروها لوجههم هي هذا الزيت هذا لانه كيغير الطبل ديال البشره ما غيحسوش يعني بداك هذيك الحكه اللي كتوقع عليهم ولا ما كيحسنوا ولا كيحسوا بالوجه حراش ولا نوسينو كيرطبوه يعني مورا الحسانه كما قلت لكم الا تعرضوا للشمس يعني احسن حاجه. ودابا البنات غادي ندوزو نوريه لكم كيفاش داير هذا السيروم ديال الرجال. صراحه لاحظتوا ما عرفتش علاش رجالنا المغاربه ما كيبغوش يستعملوا منتجات يعني ما عرفتش علاش عندهم هذه الفكره في راسهم يعني خوتي بابا راجلي كلشي ما كنعرفش شي واحد يعني مهلي في البشره ديالو يقول لك نستعمل الكريمات داكشي تجيهم شي حاجه بشكل تقول لك هذاك الشيء ديال النساء ولكن هذه فكره غلطه كيف ما قلت لكم اكيد ما غاديش يديروا يعني نقول الكريمه باش تبيضوا ولا باش كذا سينو غير باش تهلا في البشره ديالو صافي يعني ما يخرجش ليه التجاعيد ما المانشاز ديال الشمس يحمي البشره ديالو منه ديك النشوفيه ديال الوجه اللي كتجيب حتى هي اضرار كثيره يعني صباح الزيت هذا زيت بالليل وهذا صراحه حاجه جد زوينه. هاد السيروم البنات داير بحال هكا هو نفس القرعه ديال الاخر نفس الشيء حتى هو 9 شهور ديال سميتو ديال المده ديال الصلاحيه حتى هو زيت كيف ما كتشوفوا يعني صراحه ما عندي ما نقول على هاد الماركه عجبتني بزاف بزاف حتى هو زاج نفس الشيء ما عندي ما نقول عليه حتى هو في زايدين فيه كما قلت لكم سي جود زوج مواد اللي ما كاينش في الاخر وصافي. هو داير بحال هكا راه مكتوبه فيها البنات السيروم مان حتى هو الثمن ديالو جد مناسب الا بغيتو تاخذوه ما عندي ما نقول عليه. ودابا ندوز البنات الكونتورنو ديال العينين اللي هو هذا الكونتورنو ديال العين البنات فيه 15 ميل كما كتعرفوا الكونتورنو ديال العين غتحتاجوا شويه نتوما غادي تشوفوا كيفاش دايره ماشي بحال الاخرين نهائيا. حتى هو فيه فورمولا دو ان برينسيبيوس اكتيفوس كي ابورتان فولومين هيدراتاسيون يعني كيهيدراتي حتى هو كيعطي الفولومين يعني بحال داك الانتفاخ وداك الشيء ولا داك التجاعيد اللي كيكون عندنا تحت العين. ترسولا اسيدو هيالورونيكو هاد الاسيد ما كنعرفش نقولو مهم الاسيدو هيالورونيكو راه معروف البنات زوين بزاف بزاف التجاعيد مزيان بزاف انا اصلا كنت خديته لماما كادو يعني غير بوحدو هو. ريا فيرمانتي انتي اوكسيدانتي يعني ريا فيرمانتي تا هو كيخلي ديك الصونه تبان مجبده ومقاده وسمحوا لي على الترجمه ديالي برو ما عنديش صراحه كي ندير نترجم انتي اوكسيد سمحوا لي انتي اوكسيدانتي يعني تا هو كيحيد السموم من البشره. وفيه كوينثيما كودياس هادي ما عرفتش شنو هي ingredients شنو فيها البنات في اثيت توا في زيت بذور العنب زيت اللوز جلوكوسيدو ثيتياريكو ايمولسيانانتي هادو صراحه ما عرفتش شنو هما استيراتو دي جليسيريلو ايمولسيونانتي المهم ما عرفتش شنو هادشي صراحه كونثيما كودياس اسيدو هيالورونيكو اثيت دي ارغان زيت ارغان زيت الروسا موسكيتا اثيت ديال جوجوبا زيت السيسامو اللي هو الزنجلان وزيت ديال الافوكادو فيه فيتامين او في دواء توكوفيرول. اوبجيتيفو سي ريدوسير لاس اوخيراس يعني كينقص هذيك السويدات تحت البشره اللي هما الهالات السوداء ياتينوار لاس اروغاس كيخلي هذوك التكماش اللي كيكون تحت البشره انا مثلا راه عندي ما كندير ماكياج شي مرات كيبان ليا ملي كتنشف ديك البلاصه كيخلي دوك الاروغاس كيخففوا كيوليو يبانوا شويه خفافين ملي كدير الماكياج ما كيدخلش الماكياج تما كيعطي واحد الصراحه واحد المنظر خايب. نوريكم الصالون كيفاش دايره البنات حتى هو الثمن ديالو جد مناسب عرفتي البنات مع فصل الربيع ولات فيها بحال الحساسيه كيجي بحال هكا حتى هو زاج ولكن هو ماشي زيت هانتوما غتوريو وشو البنات هذا التا كوزميتيكا مكتوب فيها التا كوزميتيكا ناتورال يعني واحد الكوزميتيك اللي هي بجوده عاليه يعني واحد كاما اللي هي التا ولكن الثمن جد مناسب وناتورال يعني راه مخدومه مزيان هانتوما الصالون شفتو كي دايره البنات يعني بحال الشكل ديال الكريمه ماشي بحال الاخرين يعني هذا غتهزو غير شويه قنون ولا بغيتو مثلا ما تقيسوش ما بغيتوش تقيسو بهذا البشره ديالكم هنايا مصيفطه لكم
هنايا واحد هاد السباتولا هادي باش تقدروا تهزوا داكشي اللي بغيتوا تحطوه مثلا طران طران فوق عينيكم، تغسلوا هادي بالاستعمال الماجي وصافي تحطوا ديك الساعه ديروا المساج ديالكم تحت عينيكم. صراحه انا اصلا كونتورنو ديال العينين ما عنديش، كنستعمل غير الزيوت اللي عندي وداكشي، ان شاء الله غادي نستعمله غادي نقول لكم. هذا باقي ما جربتوش ولكن صافي غادي نحطه في بلاصه فين كنستعمل المنتجات ديالي، فين كنستعمله كل ليله لحقاش انا صراحه كنت محتاجه ليه. هذا واحد الحاجه اللي كنت محتاجه ليها، ما عنديش نهائيا شي كونتورنو ديال العينين لحقاش ما كنطيقش شي ماركه ديك الدرجه اني نستعمل شي كونتورنو ديال العينين. كنخاف ديك البلاصه بالضبط، كنخاف عليها بزاف، ولهذا ملي وصلت بهذاك هذا غادي نستعمله لحقاش طبيعي ما غاديش ياذيني حتى شي حاجه ان شاء الله. وصافي البنات هادشي هو اللي كاين، وكاينه الكريمه هنايا الكريمه مهضرش ما صوتتليش مهضر عليها بحق كتبان لي هنايا بلاتي الكريمه البنات حتى هي تقريبا فيها نفس الزيوت وداكشي، غير هي فيها الاسيدو هيالورونيكو، فيها بلاتي هنا مكتوب بالانجليزي البنات، فيها ديال الروسا موسكيتا، يعني تقريبا فيها نفس الزيوت وكلشي طبيعي، وهي اللي في لي كثير فيها هو الاسيد هيالورونيكو والالغاس اللي هما الزبانيخ ولا ما نعرف ديال شي بحر اتلانتيك. المهم داكشي راه كلشي غادي تلقاو في لاباج ديالها، كلشي مشروح. الا صيفطت لكم تقدر تصيفط لكم حتى نتوما هادشي، ما عرفتش صيفط لكم ولا لا صراحه. المهم راه في الانستغرام عندهم كلشي كلشي كلشي، زعما عندهم كلشي مشروح كلشي باين. ان شاء الله غنبدا ندير الكريمه، غنكمل هاد الساشيه اللي عجبتني غادي ناخذها نشريها. السيروم ديال العينين اكيد بلا ما نفكر غادي نبدا نستعمله، لان كما قلت لكم محتاجه ليه صراحه. كما قلت لكم اثمنه جد مناسبه، مصيفطه كتعطل يومين، اثمنه مناسبه، اثمنه مناسبه كثر المرات. المهم ديو عليا، كنبغي نشرح لكم كل شيء باش الحاجات المهمين تعرفوهم. لي مباكري ديالهم زوينه، ويديروا شي كادو ولا ليكم كادو ليكم كسيدات، مره نهديو راسنا شي حاجه علاش لا. وبغيت البنات ننصحكم من هذا المنبر هو انكم تهلاو في البشره ديالكم، راه وجهكم هو كل شيء. يعني ما كنقولش الوجه هو انك خصك تبيضي ودير عمليه تجميل، نو سينو على الاقل يبان غير الوجه راه مغدي، ونحاولوا زعما نتهلاو فيه باش ملي نوصلوا. انا دابا عندي 25 عام، نتا عندي هاد البلايص هادو بداو كيبان لي شويه تجاعيد، ولكن اكيد غادي دابا نبقى نتهلا في هاد البلاصه بهاد السيروم اللي عجبني غنبقى ناخذو دائما، ما عجبنيش نقلب على شي ماركه اخرى. واخا انا متاكده لحقاش زويت لي فيه اكيد غادي يدير خدمته. نتهلا في البشره ديالنا لحقاش نقدروا نوصلوا 30 عام وتبان وجهنا يعني فيها التجاعيد اكثر من الانسانه اللي عندها قدر 36 ولا 40 عام. يعني انا كنلاحظ الفرق بين السيدات اللي كيتهلاو في راسهم في البشره ديالهم والسيدات اللي ما كيتهلاوش في البشره ديالهم. صراحه كتبان عليهم التجاعيد في فتره يعني قصيره، وكيبان عليهم السن اكثر من وحده يعني كبيره عليهم في العمر. ولهذا تهلاو في البشره ديالكم، راه الوجه ديالكم هو كل شيء. يعني تهلاو فيه منتجات طبيعيه ولا منتجات اللي كيعجبكم تهلاو فيه. انا ما كنقولكمش هاد المنتجات بالضبط، ولكن الا لقيتو شي منتجات طبيعيين وحسيتو بهم عجبوكم بقاو شادين معاهم لحقاش ما كاين ما احسن من الطبيعي. كما قلت لكم انا كنحتاج نستعمل ماركات اخرى، راكم تشوفوني ماشي كنستعمل كلشي طبيعي، ولكن دابا غنجرب هاد الماركه اللي عجبتني اكيد غادي نبقى ناخذ من عندهم لحقاش كنفضل دائما الطبيعي، وكنظن كنا كنفضلوا الحاجات الطبيعيه اللي ما نخافوا من حتى شي حاجه. وصافي البنات كنضرني شرحت لكم كلشي. بالنسبه للبنات اللي بغيتوا شي حاجه جيو الانستغرام، بغيتوا انا نبيع لكم يعني نكون وسيطه بيناتكم، ماشي نبيع لكم وسيطه بيناتكم، هي تصيفط لي وانا نصيفط لكم. مرحبا والف مرحبا علاش لا. نبقى نحاول ندير واحد النهار في السيمانه اللي ندير انفيوس ملي ما نكونش قاريه ولا ملي نكونش عندي بزاف الشغل، نخرج نصيفط لكم داكشي وانتم ديروا لي ترانسفيرنسيا بنكاريه. المهم هادشي كلشي نهضروا فيه في البريفي بالنسبه للبنات اللي مهتمات. بالنسبه للبنات اللي بغيتو تشوفو عندهم ديريكت، راه نخلي لكم اللين ديالهم في لاباغ دانفو، غنخلي لكم الانستغرام ديالهم، ودخلوا نيشان هضروا مع السيده ولا صيفطوا ليها يعني صيفطوا البيديدو ديالكم اونلاين، خذوا داكشي اللي بغيتو راه وصلكم حتى للدار. وهادشي اللي كاين، نسيت شي حاجه قولوا لي في التعاليق، ولا نسيت شي حاجه انا تفكرتها غادي نخليها لكم في لاباغ دانفو. بوسه كبيره عليكم، تهلاو ليا براسكم حتى الفيديو ماشي ان شاء الله. ولا بغيتو نبقى نكتشف لكم ماركات بحال هذا الشكل حاجات جدادين، ما عليكم غير ديروا لايك لهذا الفيديو وتقولوا لي في التعاليق شي اقتراحات في هذا رمضان ان شاء الله، قولوا لي تاي في التعاليق ونشوف شنو نشارك معكم في هذا رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا عندنا بالصحه والعافيه وطول العمر. بوسه كبيره عليكم، باي باي حبيباتي.